مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة وغريت التلفزيونية، مرحبا بكم من ملعب الباسل في مدينة اللاذقية. ومباراة قمة ما بين طبعا بين حطين والجيش في الجولة الخامسة من الدوري السوري بكرة القدم لموسم الكروي 2020-2021. معكم مرة المدرفون أحمد محمد ضمن الطاقم الفني النقل لهذه المباراة مع المخرج العزيز أمجد قنجراوي. طبعا حطين القوي على أرضه يسعى للعودة سريعا للمنافسة بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام الكرامة بهدف مقابل لا شيء، حتى ولو كان الفريق الضيف بمستوى الزعامة الكروية فريق الجيش الذي جاء إلى هذه المدينة ليؤكد زعامته، وخاصة أنه يعرف أن النقاط الثلاث من فم الحوت ستكون رائعة لمتابعة المتصدر تشرين الذي يلعب مباراة قمة المرحلة اليوم مساء في دمشق مع فريق الوحدة. حضور طبعا جماهيري قليل في هذه المباراة، كل مباراة هي تقام يوم السبت ويوم عطلة بالنسبة لي، أو يوم دوام عفوا بالنسبة لي، هذا الجمهور الكبير والعظيم الذي جاء إلى هذا الملعب، ملعب الباسل في مدينة اللاذقية، مباشرة للتعرف على لاعبي الفريقين. بالنسبة لفريق الضيف فريق الجيش، خالد إبراهيم في حراسة المرمى، يوسف الحموي، عبد الناصر حسن، جهاد البعور، خطاب مشلب، محمد شريفي، قصي حبيب، زيد غرير، محمد البري، مؤمن ناجي، ومحمد الواكد. بالنسبة لفريق حطين، شاهر الشاكر في حراسة المرمى، حسين شعيب، فارس أرناؤوط، أحمد الشمالي، عبد الملك عنيزان، خالد كوجلي، عز الدين عوض، أحمد الأشقر، يوسف قلفة، مارديك مارديكيان، وأنس بوطة. طبعا حطين يلعب بطريقة 4-3-2-1، وأيضا الجيش يلعب بطريقة 4-3-2-1. بالنسبة لفريق الجيش، المدرب الكابتن رأفت محمد، ومساعد مدرب محمد صنبلي، وأيضا علي عبد الحميد، ومنسق إعلامي الزميل مجد إسماعيل. أيضا بالنسبة لفريق حطين، المدرب حسين عفش، والمساعد المدرب عبادة السيد، وبلال المصري. إداري الفريق الدكتور زيد حسينو. طاقم التحكيم لمباراة اليوم، حكم الساحة الحكم الدولي صفوان عثمان، والحكم المساعد الأول حسام فريح، حكم مساعد ثاني حمود الحمود، حكم رابع مروان عواد، مراقب إداري عبد الفتاح لبابيدي، ومراقب حكام توفيق قرام. إذن ثواني ويعلن الحكم الدولي صفوان عثمان بداية هذا اللقاء الذي يجمع حطين باللباس الأزرق عن يمين الشاشة، وفريق الجيش باللباس الأحمر الكامل عن يسار الشاشة. قمة أخرى في هذه الجولة بعد مباراة طبعا تشين والوحدة، قمة نارية اليوم ستكون مساء في دمشق. إذن ثواني ويعلن الحكم الدولي صفوان عثمان. طبعا هناك التعليمات من الاتحاد الدولي، عم نشوف يعني بداية هذا اللقاء، دقيقة صمت على روح المرحوم مارادونا. طبعا فقيد الرياضة العالمية، فقيد كرة القدم، أعتقد بأن كرة القدم ماتت بعد مارادونا بعد عمر طبعا 60 عاما. الآن يعلن الحكم الدولي صفوان عثمان بداية هذا اللقاء. إذن الرحمة لشهدائنا الأبرار، والرحمة أيضا لمارادونا الذي قدم كل ما لديه في الكرة العالمية. سنعود للحديث عن هذا الموضوع. إذن بداية اللقاء لعز الدين عوض من جانب فريق حطين، خالد كوجلي كرة إلى الخلف إلى فارس الرؤوط من الجهة الخلفية لحسين شعيب، حسين كرة إلى الأمام. إذن قمة نارية في مباراة اليوم أيضا بين الجيش وحطين، حطين الذي يسعى للعودة إلى المنافسة. هنا كرة عكسية داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد من جانب الرؤوط وشمالي إلى شعيب، لا حسين شعيب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. حطين كما قلت هو طبعا في هذه المباراة يريد العودة السريعة أيضا للمنافسة، خاصة هو يحتل المركز السابع بست نقاط بفوزين وخسارتين.
إذا سنشهد مباراة قوية على ما أعتقد في مباراة اليوم. أحمد الأشقر كرة إلى الخلف إلى أرناؤوط من جديد إلى الحارس شاهر الشاكر ناحية اليمين. طبعا الجيش قادم إلى مدينة اللاذقية أيضا بتأكيد زعامته على الكرة السورية، وخاصة بأن كل الألقاب التي حصل عليها فريق الجيش هي بالفعل غالية وغالية على نادي الجيش وغالية على سوريا. طبعا كما مثل نادي الجيش الأندية السورية بكأس الاتحاد الآسيوي وطبعا مرات ومرات. إذا زيد غرير على الأرض، سلامات لزيد غرير لاعب فريق الكرامة السابق. زيد غرير اليوم ضمن الجوقة الجيشاوية، وهنا إعادة الكرة إلى الحارس شاهر الشاكر. شاهر على الكرة، إذن حماس كبير إن شاء الله سنشاهد في التسعين دقيقة أو أقل من 90 دقيقة، أصبحوا 87 دقيقة، ونشاهد مباراة على مستوى عالي. الحظوظ كبيرة بالنسبة لفريق حطين، هو يلعب على أرضه وبين جمهوره، لكن القوي فريق الجيش هو يعمل باستراتيجية وعقلية احترافية جيدة، ممثلة طبعا بقدوم لاعبين شبان أيضا للسنوات المقبلة، وأيضا بأقل تكاليف ممكنة بالنسبة لفريق الجيش. مارديك مارديكيان من أفضل لاعبي سوريا ولاعب منتخبنا الوطني. كرة إلى الخلف من أحمد الشمالي، أحمد الشمالي لاعب فريق جبلة السابق، اليوم هو مع حطين في رحلة احترافية لهذا اللاعب. تعود الكرة من جديد لمصلحة عز الدين عواد، كرة إلى الخلف لأحمد أشقر، عز الدين عواد يقطع منتصف الملعب، عز الدين عواد هنا الفرصة لفريق حطين، هل سيسدد؟ إذا الكرة إلى ناحية اليمين، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وأول ركلة ركنية في هذه المباراة لفريق حطين، والجمهور يشجع منذ بداية هذا اللقاء. هنا الكرة لمصلحة يوسف قلفة، يوسف قلفة أيضا يحصل على الركنية الثانية من جهة اليمين. راح نتابع الكرة ليوسف قلفة العائد إلى صفوف نادي الوحدة. هنا كرة خطيرة كانت لأحمد الأشقر، لكن تعود من جديد إلى يوسف، يوسف كرة مرفوعة لداخل منطقة الجزاء، لكن مبعدة من الحارس خالد إبراهيم في اللحظات الأخيرة. هنا المحاولة مستمرة لفريق حطين، مارديك مارديكيان، يا سلام عليك يا مارديك، يا سلام عليك يا مارديك على اللقطة الماضية الرائعة. قلت وأقول دائما مارديك من أفضل اللاعبين في سوريا، طبعا هو لاعب منتخبنا الوطني اللي قدم أداء كبير مع نادي حطين وأيضا مع كل الأندية المحترفة التي كان فيها. مارديك مارديكيان هو ابن اللاعب الكبير جيفورك مارديكيان، عفاه الله وشفاه وشفى كل شعب سوريا إن شاء الله. هنا كرة مقطوعة، الكرة من يوسف الحموي إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، رمي التماس، طبعا فرصة واحدة كانت فقط حتى الآن لفريق حطين وفي هذه المباراة بعد مرور 5 دقائق لعب، والتعادل السلبي حتى الآن مستمر في هذه المباراة. إذن مباريات على مستوى عالي اليوم، هناك الطليعة والكرامة في حماة، وهذه المباراة أيضا هي منقولة على قناة التربوية الفضائية التربوية في نفس هذا التوقيت. هنا قصي حبيب يحصل على خطأ، قصي حبيب أيضا مثل منتخبنا الوطني على الأرض. عم نشوف قصي حبيب، طبعا فريق الجيش الذي كما قلت يعمل باستراتيجية جيدة في هذا الموسم، وبالتالي يعمل كاستراتيجية. هنا كرة إلى أحمد الشمالي يحافظ على الكرة، وخروج الكرة إلى رمية التماس. عم نشوف أيضا المدرب رأفت محمد ابن نادي الجيش الذي عاد إلى هذا الفريق في هذا الموسم، طبعا وهو
الذي حقق مع فريق الوحدة منذ عام 2013 إلى عام 2017 أربعة ألقاب. اللقب الأول عام 2013 كان كأس الجمهورية، ثم عام 2014 كان الدوري السوري لكرة القدم، ثم عاد وحصل على كأس الجمهورية لمرتين متتاليتين. هنا كرة لمصلحة مرديك مرديكيان، مرديك أمامه زيد غرير يقطع الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب. رامي التماس، رامي التماس لمصلحة فريق حطين اللي عم نشوفه عم يتقدم إلى المناطق الأمامية في هذه المباراة. حتى الآن أحمد أشقر مقطوع الكرة من جديد، أحمد أشقر لاعب نادي الاتحاد سابقا إلى حسين شعيب، إلى جهة اليمين خالد كوجلي، خالد إلى عز الدين عواد، يفتح اللعب ناحية اليمين ليوسف، يبدو الكرة لمصلحة عبد الملك عنيزان، كرة مرفوعة لداخل المنطقة، الجزاء كرة من أنس بوطا كاد يفتتح التسجيل في هذه المباراة. كرة ولا أحلى من أنس بوطا على الرأس لكن بين يدي الحارس خالد إبراهيم. كرة رائعة كانت لفريق حطين في هذه اللحظات، كاد يسجل في الدقائق الأولى من هذه المباراة. هنا كرة إلى منتصف الملعب مقطوعة من خالد كوجلي، تعود الكرة من عز الدين عواد، شوفوا عز الدين عواد وفريق حطين بالكامل يتقدم، وخطأ لمصلحة عز الدين عواد على جهاد البعور كابتن فريق الجيش. إذن خطأ لمصلحة فريق حطين، يعني للمرة الثالثة نشاهد حطين يتقدم إلى مرمى فريق الجيش دون طرق المرمى. يعني هناك كان المراقبين والمتابعين لهذه المباراة قالوا بأن المباراة ستكون قوية، خاصة فريق الجيش أيضا هو طبعا وصيف المتصدر تشرين، إضافة للوثبة وإضافة عفوا الكرامة والوحدة، يعني إذن يعني هو قريب جدا من جدول الترتيب. عم نشوف على الكرة يوسف قلفة ومرديك مرديكيان من سيسجل أيضا، وهناك عبد الملك عنيزان، يبدو خالد كوجلي وليس عبد الملك عنيزان، راح نتابع الكرة مرديك، كرة على الأرض لكن بين يدي الحارس خالد إبراهيم. إذن حتى الآن فريق الشين المتصدر ب 12 نقطة، يليه الجيش ب10 نقاط، ثم الكرامة ب10 نقاط، الوحدة ب8 نقاط، الطليعة طبعا ب7 نقاط مركز خامس، وفي المركز السادس الوثبة ب7 نقاط، حطين المركز السابع ب6 نقاط. خطأ لمصلحة محمد الواكد، محمد الواكد هداف فريق الجيش وهداف الموسم الماضي أيضا، لاعب كبير صاحب 35 عام محمد الواكد، حتى الآن له أيضا 3 أهداف على الفتوة، هدفين وعلى الطليعة هدف. هنا الكرة لمصلحة محمد شريفي، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء مبعدة من فارس أرناؤوط، تصل إلى يوسف الحموي، يوسف وإبعاد الكرة من جانب مارديك مارديكيان، إذن إبعاد الكرة ورمي التماس لمصلحة فريق الجيش. حتى الآن فريق الجيش يتعامل بهدوء مع الفورة الحطينية، حتى الآن شوفوا يوسف الحموي وإبعاد الكرة من جانب أحمد الشمالي. من جديد هنا المحاولة لفريق الجيش، كرة على الأرض إلى زيد غرير يعكس الكرة، أوه كرة خطيرة كانت من حسين شعيب لكن مبعدة إلى جهاد البعور إلى الجهة اليسرى، وايضا خطاب مشلب من الناحيه اليسرى، ورمي التماس لمصلحه فريق حطين، عبد الملك عنيزان من الجهه اليمنى لفريق حطين. حتى الان قلت بانه حطين في المركز السابع ب6 نقاط، طبعا هذا المركز لا يعني اطلاقا ولا هي حقيقه امر بالنسبه للاداء اللي قدمه فريق حطين او حتى في الموسم الماضي. أنس بوطا يعكس الكرة إلى كرة خطيرة من عز الدين عوض، كرة ولا أحلى لكن خالد إبراهيم حتى الآن هو مستمتع بتصدي الكرات، وكل المحاولات كانت فاشلة حتى الآن. هنا طبعا راية وتسلل من الحكم المساعد حسام فريح على محمد الواكد اللي كان عم يتلقى الكرة، لكن كان هناك محاصرة أيضا
حصار ما بين حسين الشعيب وفارس أرناؤوط على الكرة الماضية، أيضا خالد ديكو جلي، لكن محمد الواكد لا يترك أبدا. خالد كوجلي على جهة اليسار، أحمد الشمالي، كرة على الأرض إلى مرديق، مرديق كوجلي مباشرة إلى الأمام، لكن مقطوعة الكرة من عبد الناصر حسن، تصل الكرة عز الدين كوجلي. اليوم راح نشوف أيضا صراع في خط الوسط ما بين يعني لاعبين على مستوى عالي في الدوري السوري لكرة القدم، هناك قصي حبيب، أحمد الأشقر، خالد كوجلي، وأيضا محمد الشريفي من الطرفين، وعز الدين عوض اللي عم يشوف الكرة مع عز الدين، كرة إلى الخلف لحسين شعيب إلى ناحية اليسار، مقطوع الكرة من يوسف الحاوي اللي عم يثبت جدارته موسم ورا موسم بالفعل يوسف الحموي. هنا الكرة من يوسف قلفة العائد إلى صفوف حطين، هنا الكرة عكسية لكن مقطوعة من دفاع فريق الجيش إلى خالد كوجلي، خالد ناحية اليمين يوسف قلفة، يوسف مقطوع الكرة من جديد، محمد شريفي إلى عبد الناصر، تصل إلى عبد الملك عنيزان من جديد، هنا المحاولة الحطينية لطرق مرمى فريق الجيش في هذه اللحظات، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، سهلي بين يدي الحارس خالد إبراهيم. وهناك طبعا لاعب على الأرض يبدو زيد غرير، هل هو زيد غرير؟ ليس زيد غرير، وإنما طبعا قصي حبيب، سلامات لي قصي حبيب. على العموم دائما وأبدا بلقاءات الفريقين تجد التاريخ ما بين حطين و الجيش. طبعا الموسم الماضي ذهابا فاز الجيش بهدفين لهدف، سجل الجيش محمد الواكد ومحمد كروما، وسجل لحطين سليم سبقجي. ايابا فاز حطين بهدفين لهدف، سجل لحطين فريد اغا ومارديك مارديكيان، وسجل للجيش محمد الواكد. هذا الموسم الماضي يعني كما قلت يعني دائما محمد الواكد هو متواجد في فريق الجيش وهو الخطر الاكبر في هذا الفريق. سلامات لقصي حبيب، تلعب الكرة من جانب فريق حطين للحارس خالد إبراهيم، ودخل أيضا قصي حبيب إلى أرضية الملعب. سلامات لكل اللاعبين في الدوري السوري، وعافى وشافى كل ما هو من هو مريض من لاعبين ومن جمهور أيضا. هنا الكرة، كرة على الأرض أيضا، مارديك مارديكيان صاحب الأخلاق العالية والكبيرة، حاله حال الوالد ديفورغ مارديكيان. بالنسبة لمارديك هذا الفتى الذهبي لفريق حطين، كان له تجارب في الأردن وفي لبنان وأيضا كان في قطر. طبعا أكبر نتيجة تاريخية كانت لفريق الجيش موسم 77-78 عندما فاز الجيش بتسعة أهداف مقابل لا شيء، كان يوم موسم الصعود لحطين أول مرة إلى الدرجة الأولى. حطين ب 77-78 أول مرة يتأهل إلى دوري الدرجة الأولى في تاريخه، لكن اصطدم بفريق الجيش المجهز منذ الستينيات من القرن الماضي عندما بدأت الكرة السورية طريقها في أول الدوري، كان عام 66-67، وبالتالي اصطدم فريق حطين بنادي الجيش وكانت النتيجة الكبرى. أيضا يعني حتى هناك نتائج جيدة لفريق حطين في لقاءات الفريقين. هنا الكرة من أحمد أشقر إلى حسين شعيب جديد، هنا المحاولة الحطينية، حتى الآن يبدو يعني حطين هو مصر على طرق المرمى في الدقائق الأولى، لكن الجيش عارف كيف يمتص الفورة الحطينية حتى الآن بعد مرور ربع ساعة لعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة، والتعادل السلبي مستمر. هنا الكرة لمصلحة عز الدين عوض اللي عم نشوفه حتى الآن هو محور اللعب في فريق حطين. عبد الملك عنيزان بحركة رائعة لعبد الملك، هنا يوسف قلفة في منتصف الملعب،
تصطدم الكرة ويفتح. طبعا هناك محمد الواكد كان على الأرض، هنا كرة لمارديك، مارديكيان يعني كاد مارديك أنه يحول الكرة إلى زميله أحمد أشقر، لكن تصطدم بلاعبي فريق الجيش. هنا الكرة إلى الخلف إلى شاهر الشاكر. طبعا هنا مراقب المباراة لهذا اليوم عبد الفتاح لبابيدي من الخبرات أيضا في كرة القدم. هنا الحكم الرابع بالنسبة لطاقم التحكيم أيضا مروان عواد. وهنا الكرة لمصلحة فريق حطين الشمالي ناحية الشمال، لكن إبعاد للكرة من جانب عز الدين عوض. لم يستطع عز الدين عوض اللحاق بالكرة الماضية لكن إلى خارج أرضية الملعب. فرصة أيضا جديدة لحطين على مرمى فريق الجيش. حتى الآن فريق حطين هو الأميز في هذه المباراة، بالفعل هو الأميز حطين، لكن من يستغل الفرص ستكون في النهاية. التاريخ لا يعترف إلا بالنتائج في الحقيقة، التاريخ لا يعترف إلا بالنتائج. أفضل منتخب في تاريخ الكرة الأرضية ويعني كل المشاركات في كؤوس العالم كان البرازيل عام 1982، قدم أداء رائع، لكن في الربع النهائي اصطدم بالمنتخب الإيطالي وخرج من البطولة. هنا الكرة من جانب حطين، مارديك هل سيسدد؟ 1-2 مع عز الدين عواد، لكن لم تكتمل الصورة لفريق حطين. حتى الآن حطين هو القريب إلى تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. خالد كوجلي، خالد إلى ناحية اليسار إلى حسين شعيب، حسين كرة على الأرض، حسين تطول على حسين يقطع الكرة، زيد غرير، زيد من اللاعبين الشبان اللي أثبتوا حضورا، زيد غرير هنا الكرة مقطوعة، الكرة من حسين شعيب، وهنا مارديك بعدة لمحات فنية لكن في النهاية يحصل على رمي التماس. رمي التماس يعني بعناصر الموجودة في فريق حطين وفريق الجيش تعتبر هذه المباراة من المباريات القوية جدا بالفعل كأسماء. يعني بنشوف بين الفريقين، عم نشوف هناك طبعا مارديكيان من جانب فريق حطين ومحمد الواكد وقصي حبيب من جانب فريق الجيش، وهناك أيضا من جانب فريق الجيش هناك جهاد البعور أيضا كان لاعب منتخبنا الوطني. هنا سوء تفاهم ما بين مارديكيان ويوسف الحموي، جيلين بمواجهة بعض يعني يوسف الحموي ومارديكيان، والحكم الدولي صفوان عثمان يقوم بتهديد الوضع. وهنا مارديك شوفوا يعني الروح، يا سلام الروح الرياضية بين اثنين ما شاء الله، يعني حتى يوسف الحموي قدر ذلك وقدر بأنه هناك لاعب كبير اسمه مارديكيان. هنا الكرة من جانب فريق الجيش، كرة إلى الخلف إلى أنس بوطة لكن لم يستفيد من الكرة الماضية، وإبعاد الكرة من جانب فريق الجيش وتحديدا من جانب جهة البعور كابتن فريق الجيش. كرة على الأرض لمصلحة يوسف قلفة، خالد كوجلي لعز الدين عواد داخل منطقة الجزاء، إبعاد الكرة حتى الآن، لكن وهنا حفاظ على الكرة من جانب فريق الجيش ودفاع فريق الجيش يبدو كان على الكرة. محمد شريفي بخبرته الكبيرة، محمد شريفي في وسط الملعب أيضا، وتبقى النتيجة على حالها من دون أهداف حتى الآن في نفس التوقيت. هناك مباريات أيضا كما قلت الطليعة والكرامة في حماة، الحرية والشرطة في حلب، الفتوة والحرجلة في دمشق، الساحل وجبلة في طرطوس، والوثبة والاتحاد في حمص. واليوم مساء الساعة 6:00 طبعا هناك مباراة القمة ما بين تشرين والوحدة. هنا خطأ لمصلحة زيد غرير واعتراضات أيضا من الكادر الفني والاحتياطي من جانب فريق الجيش، والحكم الدولي صفوان عثمان يقول الرجاء عدم التدخل وإلا هناك بطاقات صفراء. هنا الكرة خطاب مشلب، خطاب المشهور بالقدم اليسرى لخطاب مشلب، خطاب كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة على الكرة، يا سلام خطاب مشلب
يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وجهاد البعور كان يسجل برأسه. قلت لكم خطير يعني خطاب مشلب بالقدم اليسرى، وبالتالي رفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن جهاد البعور لم يصل إلى الكرة بالرأس. هنا فارس الراهوت يعيد إلى شاهر الشاكر بكرة خطيرة أمام محمد الواكد إلى منتصف الملعب. محمد الشريفي يقطع الكرة من عبد الملك عنيزان إلى خالد كوجلي، خالد كرة على الأرض لأحمد أشقر، مقطوعة الكرة أيضا محمد شريفي، محمد شريفي ناحية اليمين إلى محمد الواكد، لكن الأقرب إلى شاهر الشاكر. الآن كرات خطيرة لفريق الجيش، يعني استطاع إبعاد فريق حطين في الآونة الأخيرة لخطوط فريق حطين، يعني خطورة واضحة من أول مباراة. هنا عز الدين عوض بالمحاولة الجديدة لفريق حطين، عز الدين، عز الدين كرة على الأرض لمن، هنا تسديد ليوسف قلفة لكن جانب المرمى وركلة مرمى لمصلحة فريق الجيش. يعني هو يعني الكرة كانت خطيرة بالفعل ما بين عز الدين عوض ويوسف قلفة، لكن في النهاية لم تكتمل الصورة بالنسبة ليوسف قلفة، يعني هو كان جاهز للتسديد وتخرج إلى ركلة مرمى. كرة إلى الأمام إلى وسط الملعب، محمد الواكب المراقب من جانب حسين شعيب وفارس أرناؤوط. هنا الكرة لمصلحة محمد البري، محمد البري أيضا من لاعبين الشباب. محمد البري ناحية اليمين، محمد يعكس الكرة لداخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة خطيرة لفريق الجيش، تصل الكرة إلى قصي حبيب، قصي هنا التحضير يتزيد لكن ابعاد من احمد الاشقر الى هجمه مرتده لمصلحه فريق حطين. يوسف قلفه على الكره، يوسف يمشي بالكره، يوسف الى جنبه، هناك جهاد البعور بخبره كبيره وابعاد للكره الى رمي التماس. يا سلام على الهجمه المرتده لفريق حطين، عم نشوف عوده سريعه لفريق الجيش بالخطوره الكامله لفريق حطين حتى الان. هنا الكره لمصلحه فريق حطين الى الخلف، عبد الملك عنيزان الى خالد كوجلي في منتصف الملعب. يبدو المباراة تحلوت في هذه الآونة من فرصة لفريق الجيش إلى هجمة مرتدة لفريق حطين. هنا أرناؤوط لمن، كرة لداخل منطقة ال 16، هنا كرة خطيرة كانت، كرة مشتركة ما بين مرديكيان والحارس خالد إبراهيم. يا سلام على الفاصل المهاري اللي كان قبل شوي، بالفعل كان هناك فرصة لفريق الجيش ومن ثم أيضا هجمة مرتدة كانت لفريق حطين. سرعة مطلوبة أيضا سواء كان في العودة إلى الخلف أم غير ذلك. على كل حال كان هناك لاعب محمد البري كان خارج الملعب، يبدو حتى هو محمد البري مصاب. وعلى كل حال أيضا هناك الحارس خالد إبراهيم يتلقى العلاج. على كل حال أيضا من الذكريات الجميلة لفريق حطين، طبعا أكبر نتيجة لفريق حطين كانت موسم 2010-2011 عندما فاز بثلاث أهداف مقابل هدفين، سجل لحطين خالد كوجلي، محمد فارس وزياد شعبه أيضا سجل للجيش، طه جنيد وجهاد البعور اللي عم نشوفه اليوم أيضا بالتشكيلة الجيشوية موسم 2010-2011 هذا الكلام. أيضا من الذكريات لفريق الجيش كانت أكبر نتيجة بعد النتيجة الأولى كانت بستة أهداف مقابل هدفين، كانت من أمتع المباريات في موسم 2002-2003. طبعا سجل يوم الجيش أحمد عزام وزياد شعب وأحمد الحريري ورغدان شحادي، طبعا أحمد الحريري هدفين ورغدان شحادي وماجد الحاج، ولحطين هشام عبدين وعبد اللطيف الحلو، وكانت من أمتع المباريات فعلا على الإطلاق. هنا زيد غرير كرة على الأرض إلى محمد البري لكن ليست بالشكل المطلوب، تصل إلى الكرة إلى شاهر الشاكر لفريق حطين بعد مرور 26 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة، والتعادل السلبي مستمر. طبعا الجيش تنتظره مباراة قادمة قوية في الدوري، الجولة القادمة سيلعب مع فريق الوحدة، اليوم الوحدة أيضا مباراة قوية مع فريق تشرين في مباراة قمة. أيضا حطين سيكون له يعني سفرة قوية وطويلة أيضا إلى حلب، واللعب مع فريق الاتحاد في مباراة أيضا قوية. هنا كرة لأحمد الأشقر إلى مرديك مرديكيان ناحية اليمين،
ماردي كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء إلى أنس بوطة، لكن تعود على الكرة. عز الدين عوض كاد يسجل في هذه الآونة، لكن تعود الكرة من جديد إلى قصي حبيب. قصي، وهنا دخول أيضا من خالد الكوجلي ويحصل على خطأ قصي حبيب. إذن قصي حبيب يحصل على خطأ في منتصف الملعب. أقول بأن هناك صراع في منتصف الملعب بين خطي الوسط بالنسبة للفريقين. هنا كرة من جهة البعور ناحية اليمين إلى يوسف الحموي، لكن مقطوعة من أحمد الشمالي. تصل الكرة من عبد الناصر حسن إلى قصي، من قصي إلى مؤمن ناجي ناحية اليسار. مؤمن ناجي، شوف مؤمن ناحية اليسار، لكن طويلة طويلة كانت على خطاب مشلب من الناحية اليسرى لفريق الجيش. رامي التماس لمصلحة حطين. عم نشوف فارس أرناوط إلى كوجلي عنيزان، هذا المثلث الحطيني. شوف يعني محمد الواكد رغم أنه 35 سنة، لكن يا سلام على اللياقة وعلى القوة البدنية لمحمد الواكد. شوف أحمد الشمالي بصفقة رابحة لفريق حطين. هنا عز الدين عوض، عز الدين يمشي بالكرة، عز الدين سيسدد. عز الدين يعني واضح جدا عز الدين عوض أنه يأخذ الكرة بيمينه، وهو يعرف والكل يعلم بأنه سيسدد. يبدو هناك تعليمات من الكابتن حسين عفش بأنه عز الدين عوض عندما تقترب فقط من خط 16 سيكون هناك تسديد. على العموم هو تكتيك للمدرب، يمكن أن يكون ذلك. خالد إبراهيم حارس مرمى فريق الجيش. هنا الكرة من أحمد أشقر تصل إلى مؤمن ناجي ناحية اليسار، أيضا بكرة ثانية لخطاب مش لم يستطع اللحاق بها طبعا من خلال خط مؤمن ناجي. هنا الكرة في منتصف الملعب إلى أحمد أشقر، إلى فارس أرناؤوط ناحية اليمين. خالد كوجلي، خالد كوجلي إلى ناحية اليمين. عبد الملك عنيزان، شوف يعني الهدوء اللي عم يتمتع فيه حطين. يبدو يعني في بعض الأحيان يعني يمكن أن يكون خطأ في التمرير وخطأ في التمركز. على كل حال كرة في منتصف الملعب، محمد شريفي إلى زيد غرير، لكن تعود من جديد شريفي. كرة طويلة إلى ناحية اليمين لمحمد البري، هل يستحق بالكرة محمد البري؟ لكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. كرة كانت طويلة من محمد شريفي إلى محمد البري. محمد البري أيضا لاعب شاب كان يلعب لفريق الشرطة، و ولاعب شاب وسريع ومهاري كبير محمد البري. جهاد البعور، كرة إلى الخلف إلى خالد إبراهيم إلى منتصف الملعب، ويبدو في حالة تسلل محمد الواكد وليس محمد الواكد، وإنما خطأ لمصلحة محمد البري. يعني هنا من الناحية الشمالية أحمد الشمالي، يعني مراقبة لصيقة أيضا على محمد البري، هو يعرف خطورة محمد البري من الناحية اليمنى ولاعب سريع كما قلت. هنا يوسف الحموي على الكرة، يوسف الحموي يترك الكرة لمحمد شريفي لاعب الخبرة. محمد شريفي وتاريخ مع فريق الجيش. محمد شريفي على الكرة، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل الجيش في هذه اللحظات؟ كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من عز الدين عوض إلى يوسف الحموي بالرأس إلى محمد البري. شوف محمد البري لاعبين، يعني شوف يعني يوسف قلفة وطبعا أحمد الشمالي حتى الآن ولم يستطع إلا برمي التماس لمصلحة فريق الجيش بعد الكرة الماضية. هنا يوسف الحموي على الكرة إلى مؤمن ناجي، مؤمن يعيد الكرة إلى الخلف والتحضير من جديد. هنا عبد الناصر حسن، عبد الناصر إلى جهاد البعور، جهاد كرة إلى الأمام. أيضا هناك راية وتسلل على زيد غرير، يبدو كان عائد من التسلل زيد غرير، و التسلل. إذن التعادل السلبي مستمر حتى الآن بعد مرور نصف ساعة لعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة. بدأ الآن فريق الجيش
عملية الضغط على حطين بعد ما كان حطين يعني كل الضغط عليه واستنفذ يعني كل فرصه يبدو في اللحظات الماضية. وبالتالي العودة كانت لفريق الجيش اللي عم نشوفها الآن يعني بكرات مرفوعة من جهة اليمين إلى منطقة 16، شفناها يعني عدة مرات أمام المرمى. عبد الناصر حسن إلى يوسف الحموي، مقطوع الكرة من جانب، يبدو صدما بيوسف الحموي. أحمد الشمالي، برافو أحمد الشمالي، هو يقوم بأداء كبير من هذه الجهة كما هو الحال، وبرافو أيضا ليوسف الحموي أيضا هو يقوم بدور كسر الجهة. طبعا هو بجهة اليمين يوسف الحموي وبجهة اليسار أحمد الشمالي. عم نشوف أيضا يوسف قلفة بإصابة خفيفة والحمد لله. يوسف قلفة، شوف يعني الضغط الكبير على يوسف الحموي هذه الجهة، الجهة اليمنى لفريق الجيش واليسرى لفريق حطين. حسين شحيب على الكرة، طبعا من 25 سنة وحتى اليوم فاز الجيش ب 19 مرة وحطين 8 مرات وتعادل 13 مرة. أكبر نتيجة تعادل كان بين الفريقين موسم 2007-2008 عندما تعادلا بأربعة أهداف لأربعة. هنا زيد غرير على الكرة، زيد إلى قصي حبيب، شوفوا صراع خط الوسط يعني قصي خالد عز الدين من الطرفين. هنا يوسف قلفة، شوف يوسف قلفة أيضا جاء إلى هذه الجهة عندما كان في الجهة اليمنى من أول مباراة. هنا صراع على الكرة لكن يحصل على خطأ يوسف قلفة في الجهة اليسرى لفريق حطين. خفت الوتيرة في الحقيقة في العشر دقائق الأخيرة أو الخمس دقائق الأخيرة يعني تقريبا على المرميين وعلى الأكثر مرمى فريق الجيش، اللي استطاع فريق الجيش أنه يبعد الخطر في اللحظات الأولى. هنا يوسف قلفة، ماذا سيفعل؟ إلى جهة اليسار لأحمد الشمالي، أحمد الشمالي سيلحق بالكرة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، فارس الرؤود، تعود الكرة إلى الخلف مقطوعة من دفاع فريق الجيش. هنا أحمد الأشقر إلى محمد البرق وأحمد الشمالي، وفي النهاية إلى محمد البري اللي يضع الكرة لمحمد الواكد، واعتراض بأنه حسين شعيب عرقل محمد الواكد. ماذا سيكون قرار الحكم الدولي صفوان عثمان؟ أيضا هناك مطالبات أيضا من فريق الجيش بأنه يجب أن يكون هناك بطاقة صفراء على حسين شعيب، لكن حسين شعيب أعتقد يعني طبعا بالكرة المشتركة كانت ما بين اللاعبين صدم يعني القدم بالقدم، ويعود تقديره إلى الحكم الدولي صفوان عثمان. إذن يطمئن الحكم الدولي صفوان عثمان على محمد الوكد. أولا يبدو هناك بطاقة صفراء على ما يبدو. إذن حسين شعيب، بطاقة صفراء على حسين شعيب في أول بطاقات هذه المباراة. إذن بطاقة صفراء يعني حديث يعني بالنسبة لحكم الدولي صفوان عثمان يقول يجب الاطمئنان أولا على اللاعب يعني محمد الواكد يعني، وبعدين نعطي البطاقة الصفراء. عبد الناصر حسن على الكرة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء على الصدر لعز الدين عود، يستقبل الكرة بشكل رائع عز الدين عود، حركة وبركة ونشاط في هذه المباراة حتى الآن. عم نشوف ايضا طبعا هناك خطا لمصلحه عز الدين عوض، خطا لمصلحه عز الدين عوض اللي عم نشوفه بالفعل قوه ونشاط في هذه المباراه حتى الان لعز الدين عوض. خطا لمصلحه حطين، حسين شعيب على الكره، طبعا منذ بداية اللقاءات بين الفريقين الجيش فاز ب 23 مرة وحطين 13 مرة وتعادل
16 مرة. طبعا الجيش سجل 91 هدف، حطين سجل 57 هدف، لكن من 25 سنة وحتى الآن الجيش فات 16 مرة وحطين 8 مرات وتعادل 13 مرة. في الحقيقة الملفت يعني بنتيجة المباريات ما بين الفريقين بأن نتيجة الهدفين مقابل هدف واحد تكررت 9 مرات على مدى تلك السنوات، يعني من 25 سنة حتى الآن هدفين لهدف هي تكررت 9 مرات، وطبعا من 25 سنة وحتى الآن. هنا كرة في وسط ملعب حطين، هنا زيد غرير على الكرة ناحية اليمين إلى محمد البري، محمد يوسف الحموي لكن إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس الشمالي إلى محمد شريفي إلى زيد غرير إلى قصي حبيب، قصي إلى جنبه أحمد أشقر اللي تعرض للعرقلة، عرقلة واضحة في الحقيقة. أحمد الأشقر على الكرة الماضية، أحمد أشقر، وأيضا النقاش بالكرة الماضية، يعني كان هناك قصي حبيب كان يمشي بالكرة وتمت العرقلة من جانب أحمد الأشقر، وهناك إنذار شفهي كان لأحمد الأشقر في هذه اللحظات اللي عم نشوفه على الشاشة أيضا. خطأ لمصلحة فريق الجيش، هل سيستغل محمد الواكد أيضا هذه الكرة اللي حوالي 25 متر عن مرمى شاهر الشاكر؟ هي كرة صعبة في الحقيقة، لكن محمد الواكد يعني هداف وينتقي الزوايا بشكل رائع بالنسبة لمحمد الواكد، وله عدة أهداف من هذه المنطقة تحديدا. على كل حال هناك حائط صد محمد الواكد، وطبعا هناك عملية غش للجميع كانت بالفعل، وبكرة سهلة كانت لفريق الجيش. هنا خطأ لمصلحة فريق حطين، طبعا حطين عم يحتل المركز السابع بست نقاط، فاز في مبارتين وخسر اثنتين، له 5 أهداف وعليه 4 بالحقيقة، يعني تقريبا الحالة الهجومية هي نفس الحالة الدفاعية، لكن طبعا بتغيير المعنى الحرفي، يعني قوة هجومية جيدة لكن دفاع ضعيف حتى الآن. يتلقى 4 أهداف فريق حطين، طبعا هو فاز على الحرجلة بثلاث أهداف مقابل شيء، وعلى جبلة بهدفين مقابل هدف واحد هنا على هذا الملعب، وخسر أمام تشرين بهدفين مقابل شيء، وأمام الكرامة بهدف مقابل لا شيء. أما الجيش يحتل المركز الثاني بعشر نقاط، فاز في 3 مباريات وتعادل بواحدة، له 7 أهداف وعليه 3، الفارق ما بين الخطوط. هنا أنس بوطة ناحية اليمين، أنس كرة مرفوعة بعيدة عن الجميع لكن تصل الكرة إلى يوسف قلفة، يوسف أمامه عبد الناصر حسن إلى مارديكيان، حنشوف شو يعمل مارديك أمام، يعني أمام 3 لاعبين مارديك، ما نشوف محمد البري أيضا يقطع الكرة إلى زيد غرير، تصل الكرة من مؤمن ناجي إلى خارج أرضية الملعب، رامي التماس الشمالي إلى ناحية اليمين، شعيب أرناؤوط في منتصف الملعب إلى خالد كوجلي، يفتح اللعب ناحية اليمين إلى عبد الملك عنيزان من جديد، هنا المحاولة الحطينية إلى أحمد أشقر في منتصف الملعب ناحية اليمين إلى عبد الملك عنيزان، وقطع للكرة من خلال خطاب مشلب من جديد، هنا المحاولة عز الدين إلى عنيزان ناحية اليمين، وانتو أيضا مع عز الدين عوض، طبعا إلى جانبه أيضا قصي حبيب، عز الدين هل سيرفع الكرة لكن استخلاص من لاعب الخبرة قصي حبيب إلى مؤمن ناجي، شوف مؤمن ناحية اليسار لكن مقطوعة من جانب أحمد الأشقر، تصل الكرة لمصلحة فريق حطين،
وهناك بطاقة صفراء. إذن بطاقة صفراء. يبدو على خطاب مشلب بالفعل. خطاب مشلب بطاقة صفراء في الكرة الماضية. خطاب مشلب بطاقة صفراء، ببطاقة صفراء أيضا لفريق الطين على حسين شعيب. يوسف قلفة، كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من جهة البعور، حتى الآن إلى محمد البري ناحية اليمين. تصل الكرة إلى فارس أرناؤوط، إلى زيد. شوفوا الصراع على الكرة. تصل لحسين شعيب إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. رمي التماس، وهناك يوسف الحموي على الأرض. سلامات ليوسف الحموي اللي عم نشوفه يقوم بأداء كبير. يوسف الحموي من الجهة اليمنى لفريق الجيش. إذن الجيش الذي يحتل المركز الثاني بعشر نقاط، فاز بثلاث مباريات وتعادل بواحدة، له سبعة أهداف عليه ثلاثة. فاز على الفتوة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الطليعة بهدف مقابل شيء، وعلى الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل مع الكرمة بهدف لهدف. طبعا قمة المباريات كانت التي جمعت بين حطين والجيش، كان موسم 2001 في المباراة النهائية في كأس الجمهورية، عندما فاز حطين بهدف مقابل شيء، سجل يومها زياد شعبو الهدف الوحيد بأول لقب، وحتى الآن هو لقب وحيد لفريق حطين بكأس الجمهورية. صحيح هو لم يحصل على بطولة الدوري حتى الآن، لكن الأداء الذي يتمتع به حطين على مدى سنوات مشاركته بالدوري السوري لكرة القدم، وما نتج عنه من لاعبين كبار، يعني اليوم عم نشوف مارديك مارديكيان كأقوى خط هجوم وكمن أفضل لاعبين في سوريا، أيضا جاء على نادي حطين هناك سيد بيزيد وعارف الآغا الهداف الكبير، أيضا من خلال تاريخ فريق الجيش الذي مر على هذا الفريق العديد والعديد من اللاعبين والنجوم الكبار لا تعد ولا تحصى. هنا مارديك مارديكيان على الجهة اليمنى لفريق حطين، والمحاولة الجديدة لفريق حطين. هنا عز الدين عوض إلى أحمد أشقر في منتصف الملعب، إلى عز الدين. عم نشوف فريق حطين دائما يستغل الجهة اليمنى اللي عم يتواجد فيها. هنا مارديك مارديكيان، يا سلام على مارديك مارديكيان، لكن مبعدة من دفاع فريق الجيش. وزيد غريب إلى خارج أرضية الملعب، وهناك اعتراض على الكرة الماضية من خالد ديكوجلي ومن عز الدين عوض، وأيضا من الجمهور بأنه كان خطأ لمارديك مارديكيان. على كل حال الكرة لمصلحة عز الدين عوض إلى أحمد أشقر. أحمد أشقر ناحية اليمين لحسين شعيب. حسين، شوف هنا حتى عملية التحضير هي من الجهة اليمنى لفريق حطين. شوف المهارات اللي عم يتمتع فيها مارديك مارديكيان، لكن إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس عنيزان إلى أرناؤوط إلى ناحية اليسار. أحمد أشقر يعني معتمدين اعتماد كلي على الجهة اليمنى فريق حطين. أرناؤوط، خالد كوجلي، شوف يعني يستلم الكرة أحمد أشقر يحولها إلى جهة اليمين. خالد كوجلي يستلم أيضا إلى جهة اليمين. هنا كرة لمصلحة أحمد أشقر، لكن يبدو في حالة تسلل أحمد الأشقر، وتبقى النتيجة على حالها. والخمسة وأربعين دقيقة انتهوا على ساعتي في هذا الشوط الأول لهذه المباراة ما بين الجيش وحطين. دقيقتين وقت بضل ضائع، دقيقتين وقت بضل ضائع اللي عم نشوفه أيضا من الحكم الرابع في هذه المباراة مروان عواد، طبعا بإشارة من الحكم الدولي صفوان عثمان. إذن دقيقتين لهذا الشوط، يعني في بدايته كان شوط ممتع، لكن في طبعا في الربع ساعة الأخيرة أصبح هناك لعب في منتصف الملعب أكثر ما هو على الأطراف أو ما هو على المرميين. هنا كرة ليوسف قلفة، يوسف لاعب منتخبنا الوطني السابق، لكن يحصل على خطأ، يحصل على خطأ يوسف قلفة بحصار كان
على الكرة من جانب قصي حبيب ويوسف الحموي. هنا يوسف العينتاز بسرعة كبيرة، يوسف قلفة، هنا الكرة من يوسف حموي الرائع من الجهة اليمنى، هنا محمد الواكي، محمد يعكس الكرة ناحية اليمين لكن تصل الكرة إلى خالد كوجلي، خالد كوجلي إلى عز الدين عواد لكن تصل الكرة إلى مرديك، مرديك كان يتحول إلى شيت اليمين، شوفوا مرديك من الجهة اليمنى أيضا الاعتماد الكلي لفريق حطين، هنا الكرة من جانب أنس بوطة إلى ناحية اليمين عز الدين عواد لكن مقطوعة من الكرة من جهة البعور إلى رمي التماس، رمي التماس من عز الدين عواد، تصل الكرة إلى فارس النوط، هل سيرفع الكرة؟ فارس، كرة على الأرض من خالد كوجلي، عز الدين سيسدد، عز الدين ويسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. اعتراض من الجمهور أيضا على عز الدين عواد، عدة محاولات وعدة تسديدات من هذه المنطقة تحديدا يسدد لكن دون جدوى. على كل حال عز الدين عوض يقدم أداء كبير في هذا الملعب، وهنا التصفير بالفعل. أنا أحيي هذا الجمهور اللي صفق لعز الدين عوض رغم المحاولات الكثيرة على المرمى من جانب عز الدين عوض. هنا كرة من أحمد أشقر، كرة طويلة للأمام إلى عبد الناصر حسن، يقطع الكرة عبد الناصر إلى رمي التماس، انتهوا الدقيقتين ايضا. هنا رمي التماس احمد الشمالي الى يوسف قلفه، مقطوع الكره من جانب قصي حبيب، قصي شوف السرعه، شوف المهاره قصي حبيب، كره الى مؤمن ناجي لكن خروج لشاهر الشاكر. وفي هذه اللحظات مشاهدي الكرام، مشاهدي الاعزاء، مشاهدي قناه اوغريت التلفزيونيه، انتهى الشوط الاول من هذه المباراه بالتعادل السلبي. شوط اول مميز كان بالنسبه لفريق حطين الذي اجاد طبعا داخل منطقة جزاء فريق الجيش، لكن استطاع الجيش بالفترة الشوط الأول أن يكون ند قوي وأيضا يكمح جماع كل طبعا هجمات فريق حطين. على كل حال استراحة لمدة ربع ساعة، نعود بها إلى استوديوهات قناة أوغريت، إلى اللقاء.